مساء الخير وأهلا بكم. العودة إلى صفاء النيات هي نصف الطريق بلس نحو بلوغ هدف تأليف الحكومة. إذا صفت النيات تفيد أوساط مطلعة أنه يقدر للاتصالات القائمة والبعيدة من الأضواء والتي تزخمت منذ طرح السيد حسن نصر الله ليلة الثلاثاء اقتراحين في شأن تأليف الحكومة أن تأتي ثمار هذه الاتصالات انطلاقا من مبادرة الرئيس بري المتجددة ومن اللقاءات التي حصلت في اليومين الماضيين، وأبرزها بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والاتصالات التي أجراها باسيل بمسؤولين في حزب الله، وكذلك الاتصال ليلة الاثنين الماضي بين الحريري وجملط. وبالتالي مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لبنان غدا سيتبلور سياق واضح لمسار التأليف يسابق المهلة المحددة مبدئيا بالحادي عشر من حزيران، أي مهلة الأسبوعين التي بدأت مع عودة دوران محركات الرئيس بري من أجل تقريب وجهات النظر بين بيت الوسط وقصر بعبدة وتفصيلا بالنشلوحي. وفي حال تم تسهيل التفاهم على اسمي الوزيرين لحقيبتي الداخلية والعدلية، إذ ذاك تصبح المشكلة على طريق الحل بحسب ما أفادت الأوساط، خصوصا أن أسماء عدة تم طرحها للحقيبتين من جهة رئيس الجمهورية ومن جهة الرئيس المكلف. هذه الأجواء التي تحمل بعض الإيجابيات بدأت بالظهور في الساعات القليلة الماضية، على الرغم أن نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أشار إلى عدم وجود أي جديد، نسبة إلى أن الرئيس الحريري لم يتبلغ بعد أي توضيح حيال مسألة الثلث المعطل أو مصطلح حكومة اختصاصيا. في الغضون برز في الأيام القليلة الماضية وفي شكل واضح دعم فرنسي ومساعدات أمريكية نوعية للجيش اللبناني، وقد فسرت أوساط دبلوماسية بعض أسباب هذا الدعم بخشية على الاستقرار اللبناني في ظل مخاوف محتملة من تطورات إقليمية سلبية قد تحصل بعد فصل الصيف في المنطقة. دخل مجلس القضاء الأعلى في لبنان بدءا من اليوم مرحلة الفراغ القاتل والخطر بعدما أسفرت الصراعات السياسية إلى وضعه خارج الخدمة جراء انتهاء ولاية 6 من أعضائه وتعذر تعيين بدلاء عنهم، ليبقى فقط الأعضاء الحكميون، أي رئيس مجلس القضاء الحالي القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، إضافة إلى القاضي عفيف الحكيم الذي فاز بالتزكية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن التشكيلات القضائية تم تجميدها منذ عامين. مصدر في مجلس القضاء الأعلى أوضح أن الإمعان في تفكيك مجلس القضاء الأعلى وشله كليا يقوض مسار العدالة في لبنان، وتحدث عن خيارات عدة قيد الدرس حاليا ترمي إلى تأمين استمرارية مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس الأول القاضي سهيل عبود يدرس الخيارات التي تتيح له تسيير المرفق القضائي أقله بالقرارات الإدارية الروتينية. القاضي غالب غنم يوضح لتلفزيون لبنان أننا في المرحلة الأخطر من تاريخ القضاء اللبناني والساسة يحاولون تسجيل النقاط على بعضهم الآخر. دخل مجلس القضاء الأعلى في لبنان مرحلة الفراغ جراء انتهاء ولاية 6 من أعضائه وتعذر تعيين بدلاء عنهم، غير أن هذا الفراغ لا يعد سابقة من نوعه ولكنه الأخطر كما وصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم. نحن بمرحلة خطرة بالقضاء وقد تكون الأخطر لأنه عم تنكشف الأوراق أكثر، يعني مش الأوراق القضائية، الأوراق السياسية، يعني الفرقاء السياسيين بلبنان محتمل يوصلوا لدرجة أنه يضحوا بمؤسسة بسلطة بمرفق هو على هذه الخطورة على هذه الأهمية حتى يعني يسجلوا نقاط الواحد على الآخر. لذلك قديما يعني من 10 سنين و 20 سنة أو أكثر كان يصير مرات فراغات بمجلس القضاء الأعلى، بس ما كان فيها الرعب بالبلد إنه ليكو إذا ما تشكل مجلس القضاء الأعلى شو بيصير. هلأ في حالة توجس أو حالة رعب إنه إذا استمر الفراغ قد يؤدي بوقت من الأوقات، ما بدي أقول إلى انشقاء قضائي، يعني بعدني بتحفز تجاه هالنعت هذا، أنا بتحفز تجاهه، بس قد يؤدي إلى نتائج كتير عسيرة، يعني بيصير في اصطفافات داخل
مش السياسي داخل القضاء. مجلس القضاء الأعلى إن لم يتوفر فيه النصاب معناتها ما بيقدر يشتغل، على خلاف على سبيل القياس على خلاف الحكومة اللي بتقدر تكون حكومة تصريف أعمال، على خلاف المجلس الدستوري اللي بقانونه وبنظامه في مواد بتقول انه بيضل مستمر بعمله حتى يتعين تتعين الهيئة الجديدة. فإذا بمجلس قضاء الأعلى ما في مجلس قضاء أعلى، إذا المجلس غير مكتمل أو ما في نصاب معناتها العمل ينتهي إلى الشلل. القاضي غانم حذر من تحول القضاء إلى مسرح سياسي. فراغ قد يكون قاتلا لأنه عم بيتحول المسرح القضائي لمسرح سياسي، أو بكلام آخر عم بيصير في تداخل ظاهر للعيان بين المسرح القضائي والمسرح السياسي. وما تدخلت السياسة على الخط بمرفق، مفترض يكون بعيد عن السياسي مثل ما كل السياسيين بيقولوا، مش بس القضاة. معناتها هذا التشابك بين القضاء والسياسي إذا استمر قد يؤدي إلى فراغ يزعزع السلطة القضائية كائنا ما كان مصدرها وشو ما كانت يعني جديتها. كائنا ما كانت هالأمور هايدي، الخطر الكبير هو أنه توقف التشكيلات القضائية، لأنه هيدا بيودي لشلل بالقضاء، بيأثر على هيبة القضاء، على الانتاج القضائي، وعلى معالجة الشؤون اليومية اللي متعلقة بحسن سير العمل القضائي. القاضي غانم ألقى مسؤولية التشكيلات على عاتق السياسيين، ورأى أن مواقف الأفرقاء الأخيرة تؤشر أن الحل لن يكون سريعا، وسنشهد فراغا قاتلا في مجلس قضائي عمله الأساسي السهر على حسن سير القضاء. فهل تحاول الطبقة السياسية استهداف هيبة مجلس القضاء الأعلى وما يمثله كرأس للسلطة القضائية في لبنان؟ الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر حملت حكومة تصريف الأعمال المسؤولية عن عدم القيام بواجباتها في مواجهة الأزمة المالية والمعيشية أو في منع الفراغ في المؤسسات ومنها مجلس القضاء الأعلى، وطلبت الرئيس المكلف أن يحسم أمره بالتأليف حكومة تحترم المعايير والأصول الدستورية وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. وبعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أكدت الهيئة أن التيار الوطني الحر لن يسمح باستمرار المماطلة، وسيطالب رئيس الجمهورية بدعوة الكتل النيابية إلى التشاور في مجمل الأزمات على مرأى ومسمع من اللبنانيين ليكونوا على بينة من مواقف كل فريق سياسي وسلوكه، ويتأكدوا بأنفسهم من هم الذين يمنعون الحلول. ودعت اللبنانيين إلى توحيد الموقف في ملف النازحين السوريين والتعاون مع سوريا لتأمين عودتهم. في الملف القضائي سألت الهيئة مدعي عام التمييز ماذا فعلت بملفات الفساد، مؤكدة أن السؤال ليس بجريمة. أعلنت وزارة الصحة أنه حتى الساعة 7 كان عدد الملقحين على مساحة الوطن 10452 ملقح ضمن ماراثون التلقيح الذي انطلق اليوم في كل المناطق اللبنانية. وأعلنت الوزارة تمديد الماراثون حتى الساعة 8 في أكثر من مركز، في حين سجل أعداد كورونا 244 إصابة جديدة وسبع وفيات في الساعات 24 الماضية. الوزير حسن تلقى لقاح أسترازينيكا وأطلق ماراثون مفتوح للتلقيح من مركز اتحادي بلديات بعلبك، مشيرا إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاحات أصبح 500,000 مواطن. وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تلقى لقاح أسترازينيكا في مركز اتحاد بلديات بعلبك في إطار ماراثون التلقيح بأسترازينيكا. وفي خلال جولته على عدد من المراكز المعتمدة من وزارة الصحة لإعطاء اللقاح، أكد أن الوزارة ماضية بوعدها من أجل استمرار في مواجهة وباء كورونا لحماية مجتمعنا بهدف عودة العجلة الاقتصادية كي نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية، مشيرا إلى أن الحملة ماشي على قدم وساق، لافتا إلى أن وزارة الصحة تلتزم بمعايير الصحة العالمية لاستخدام أي لقاح. أنا رقم 100,000 هلا بلقاح أسترازينيكا. شركة أسترازينيكا موجودة، سيد جورج ودكتورة لينا. نحن مش بس تشجيع أنه أخذت أسترازينيكا، أنا بالنسبة لي هو قناعة
انه الاسترازينيكا هو لقاح فعال كلاسيكي مع تكنولوجيا جديدة، وهو بيأمن المناعة المتوخاة من اللقاح. لقاح فايزر لقاح فعال وآمن، أسترازينيكا فعال وآمن، سبوتنيك وسينوفارم فعال وآمن، ووزارة الصحة تلتزم بالمعايير الصحة منظمة الصحة العالمية لاستقدام أي لقاح. أنا بدي أقول لأهلنا بكل مناطق لبنانية أنه كل أسبوع رح يتكرر الماراثون طول ما أنه المواطن يسعى ويرغب بذلك. إذا نحن 100,000 هلأ لقاح أسترازينيكا، صاروا 100,000 مواطن تلقوا لقاح أسترازينيكا، 400,000 مواطن تلقوا لقاح فايزر. هون الفرق بس أنه ما عندنا عدد مماثل من أسترازينيكا لفايزر، وهلأ صرنا 500,000 مواطن تلقينا اللقاح بحلول صبيحة هذا اليوم. حسن لفت إلى أن البنك الدولي سيزور لبنان الأسبوع المقبل على رأس وفد إداري لمواكبة وزارة الصحة للثناء على ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات. ماراثون أسترازينيكا انطلق صباحا في عدد من المناطق في إطار حملة التشجيع على تلقي اللقاح وتسريع وتيرة العملية. ماراثون التلقيح انطلق صباحا في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف المناطق اللبنانية واستمر حتى المساء بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين من أجل الوصول إلى حماية مجتمعية. اللقاح المعتمد هو الأسترازينيكا، وخصص للفئات العمرية المحددة من وزارة الصحة ما بين 30 و65 سنة، وقد لوحظ إقبال كثيف من مختلف الجنسيات على تلقي اللقاح مع اتخاذ كل التدابير الوقائية الصحية والإجراءات الإدارية واللوجستية لإتمام هذا اليوم الوطني الصحي على أكمل وجه. الإقبال يعتبر أكثر من جيد، تنظيم واضح أنه في تنظيم جيد جدا باستقبال المرضى، بالأسئلة اللي عم تنطرح حول الأمراض اللي هني عم يعانوا منها، وهذه وقاية حقيقة لألون ولعيالون وللمجتمع اللي نحن عايشين فيه. يعني نحن بعد طالعين من موجة كورونا كانت صعبة علينا كمستشفى وكفريق طبي وتمريضي، وإلى جانب الوفيات الأعداد اللي ما بيستهين بيها. يوم ماراثوني جيد جدا، يوم بدأ بامتياز من الساعة 8 صباحا، عدد المسجلين خلال أول 3 ساعات بحدود 400 شخص، طعموا 200 شخص بأول ساعتين، وإن شاء الله يضلوا على نفس الوتيرة للعالم تتشجع وتكمل تطعيم لنوصل للوقاية المجتمعية. هلا لأنه في اليوم الماراثون جينا كنا ناخذ اللقاح إن شاء الله. ماراثون أسترازينيكا شهد إقبالا مشجعا وملحوظا في المناطق كما في المدن، وكانت دعوات من رؤساء المراكز المعتمدة 24 إلى المشاركة بكثافة من أجل الحفاظ على مناعة مجتمعية، خصوصا وأنه مع ارتفاع وتيرة التلقيح تكون القدرة أكبر على تفادي الموجة الجديدة المتوقعة في الخريف المقبل. هذا الماراثون الصحي وكما كل السباقات لابد أن يكون الفائز فيه المجتمع اللبناني تحصينا من الكوفيد-19 وتفاديا لخسارة المزيد من الأرواح. توجه لدى وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية في المدارس الخاصة، ما هي تأثيرات الحجر الصحي في سلوكيات الأطفال وذكائهم؟ كاتيا شير. منظومة جديدة دخلت إلى حياة أطفالنا ليستفيدوا من المادة التكنولوجي أثناء جائحة كورونا، فكان التعلم عن بعد ولكن مرفق بعزلة منزلية قصرية ستثمر عن ضغوط نفسية حتما، وقد تؤثر في ذكاء الأطفال في مرحلة البلوغ وفق دراسة ناروجية. من الطبيعي أنه هالإطار اللي عايشين فيه التلاميذ عامة عم بيأثر على نفسيتهم، عم بيأثر، عم نشوف حالات ما حتى حالات كآبة، حالات مش كتير عم تنفهم عند التلاميذ. بس أكيد لما الولد بدي أقول الناحية العاطفية عنده تكون متاخدة بشي، هالشي بده يؤثر على الذكاء طبعا. فما في شك إنه الأولاد هن عم يدفعوا ثمن كل الوضع، وأكيد إنه هالعدم الاستقرار بدي سميه على كل المستويات عم تخلي عند التلاميذ عدم استقرار حتى بالتصرف، حتى يعني إذا بتسألي أي تلميذ اليوم موجود حتى ولد صغير بالمدرسة يعني 6-7 سنين وطلوع،
تسأليه شو بدك تعمل أو شو بدك شو رح يصير، بيقول لك أنا إذا أهلي بيخلوني بدي فل. يعني في نوعا ما، وهيدا أكتر شغلة مزعلتنا، نوع من يأس كامل من مستقبل البلد ومن إمكانية العيش فيه ومن إمكانية الاستمرار فيه. العودة إلى المدارس بعد انقطاع طويل، هل يؤثر على سلوكيات الطلبة؟ رجعت التلاميذ على المدرسة كانت مثل شخص كان عم يغرق وأخذ نفس، لأنه هيدي حياتهم بالنتيجة، قاعدين ببيوتهم ما فيهم يعملوا شيء، وبيجوا على المدرسة هون بيلعبوا، هون بيصير عندهم أصحاب، هون بيدرسوا، هون بيعملوا مشاريع. أنا بصراحة شايفهم راجعين كتير إيجابية، يعني قد ما هن مقدرين شو معناتها أنه يكون في مدرسة طبيعية، ما عم بيكون عندنا مشاكل يعني تذكر، يعني حتى مع التلاميذ اللي عادة بعمر صعب أو بمرحلة صعبة ما في مشاكل تذكر، قد ما التلاميذ ممنونين انه المدرسة عملت المجهود لترجع تفتح. في نوع من تقدير كتير كبير انه بعد في على القليلة هالشي بلبنان ماشي. وفيما خص طلاب الامتحانات الرسمية، قرار اجرائها قد حسم، ولكن هل الدولة اكملت التحضيرات اللوجستية؟ طيب بسنة استثنائية لهالدرجة، ليش الدولة مصممة تعمل الامتحانات الرسمية؟ خاصة انه الحديث انه تنعمل بالمدارس، طيب يا عمي ليش الدولة ما بتاخد بامتحاناتنا؟ اذا بقلك للتاريخ اليوم ما في شيء واضح، من مبارح وصلنا مثل رسالة بس ما وصلت مباشرة للمدارس، كوني عضو بنقابة او بلجنة المدارس الكاثوليكية، وصل مثل تقرير بيقول انه في اشياء معينة بدنا نأمنها. هلأ اللي بيطلع هالتقرير انا فيه حطه بين ايديكم، اللي بقول مرة تانية ما وصلنا مباشرة، تستغربي قديه طالبين تنحضر هالامتحانات، يعني قديه طالبين تجهيزات، قديه طالبين كهرباء، قديه عم يسألونا اذا في موتورات، اذا في امكانية نأمن الطباعة، اذا الكمبيوتر عنده مواصفات معينة، اذا الكاميرات عندها مواصفات معينة. يعني الشيء اللي نوعا ما عم يحكوا عنه بهالطلب بيفترض انه هيدي مدارس بدولة اقتصادها مثل اقتصاد الدول العربية الغنية او مثل اقتصاد بدي اقول الدول الغربية، بس مش اقتصادنا الحالي بلبنان، وطبعا مش قايلة الدولة شو بدها تأمن منهم. طبعا ربما الفكرة انه تلاميذ المدارس الرسمية يقدموا مع تلاميذ المدارس الخاصة بالمدارس الخاصة، عم بقول ربما، انا شخصيا مني كتير مستعد لهالشي، لانه مش شايف انه هالشي رح يكون مفيد للمستقبل، رح نخلق سابقة. أنا برأيي إذا الدولة مش قادرة تنظم هالامتحانات مثل ما لازم تقول ما تغش الناس. إذن المدارس الخاصة لم ترحب بقرار الوزارة بإجراء الامتحانات الرسمية في مدارسها، ووزارة التربية لا زالت حتى الساعة تبحث عن الحلول المناسبة، فهل يعود وزير التربية عن قراره ويعفي الطلاب من الامتحانات الرسمية؟ أهلا بكم من جديد. بعد الدعم الفرنسي للجيش اللبناني، السفيرة الأمريكية تعلن عن مساعدات إضافية للجيش. السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا أعلنت أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عزمها تحويل مبلغ 120 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي إلى الجيش اللبناني للسنة المالية 2021. ولفتت شيا في خلال انضمامها لاختتام التمرين المشترك إلى جانب العميد البحري الأمريكي كيرتس رانش وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى أن هذه الهبة العسكرية ستزود الجيش اللبناني أنظمة وخدمات وتدريبات دفاعية بالغة الأهمية، وهي تمثل زيادة قدرها 15 مليون دولار عن الأعوام السابقة.
وأفادت أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت كذلك أنها ستقدم السنة المقبلة للبحرية اللبنانية 3 زوارق خفر سواحل الأمريكية للدوريات طراز بروتكتور كلاس. هذه القوارب ستعزز قدرات الدوريات البحرية اللبنانية إلى حد كبير. وأخيرا بدأت الوزارة بتحويل 59 مليون دولار إلى الجيش اللبناني، والتي ستستخدم لتعزيز قدرات الجيش الأمنية عند الحدود الشرقية. وشددت على أن الولايات المتحدة تستمر في النظر بسلطات إضافية يمكن من خلالها بموجب القانون الأمريكي تقديم مساعدات استثنائية للجيش اللبناني. وفيما نختتم التمرين المشترك الاتحاد الحازم ونبدأ عملية تخصيص هذه الأموال الإضافية، أود أن أذكر الجميع هنا مرة أخرى الالتزام الطويل للأجل للولايات المتحدة حيال لبنان والجيش اللبناني. وجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، متمنيا أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في سوريا وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه. وأكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين متطلعا إلى تطوير العلاقات الثنائية التي تخدم مصالح الشعبين. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدوره وجه برقية تهنئة إلى الأسد، ورأى أن التضحيات التي يبذلها الشعب السوري ستكون هي الضمانة لمنع أي مشروع مشبوه يرمي إلى ضرب النسيج الاجتماعي لسوريا بتشتيت قسم من شعبها في أنحاء العالم، معربا عن ثقته بأن الأسد سيبادر إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى أرضهم، وأخص منهم الذين نزحوا إلى لبنان. توفي الفنان والمخرج المسرحي حسام الصباح إثر مضاعفات حادث سير مروع تعرض له قبل 10 أيام على طريق المصيلح، حيث كان متوجها إلى منزله في مدينة النبطية حيث انقلبت سيارته. آخر أعمال الفنان الراحل كانت في السباق الرمضاني في مسلسل 2020، حيث أدى دور أبو الليل تاجر المخدرات. ونعت نقابة الممثلين في لبنان الوسط الفني الصباح كما نعته وزارة الثقافة، وذكرت في بيان أنه برحيل الممثل والمخرج الفنان القدير تفقد الساحة الفنية والثقافية موهبة مميزة وأداء تمثيليا أبدع من خلاله الراحل في تجديد الشخصيات وإيصالها إلى الجمهور بطريقة احترافية. فضل أن يكون ممثل على أني مخرج، تحب مع العلم طبعا، وممكن أحيانا بعض طلاب بمعهد الفنون بيجوا بيقولوا لي بدك تمثل معنا أفلام قد ايه بدك، لانه عم بياخذوا قال لهم انا انتم طلاب شو بدي منكم مصاري، بحب انا مثل هذه الشخصيه، اذا عجبتني الشخصيه بقول لهم انا بمثل معكم ما بدي مصاري. نعم. فبتكون النتيجه انه انا بحب مثل، وهذا كل الموضوع. هلا بيسالوني كتار ليش انت اخترت هيدا المهنه، بقول لهم لانه انا بحبه مش اكثر من هيك. أعلن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قائاني أن 3000 صاروخ التي أطلقها الفلسطينيون ضد الكيان الصهيوني صنعوها بأنفسهم، وأنهم يخططون لتحرير كل الأراضي الفلسطينية، داعيا الصهاينة إلى الرحيل عن أرض فلسطين. ورأى قائاني أن رسالة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الدولية من الآن فصاعدا هي وجوب أن يكون لدى الفلسطينيين الخطط اللازمة لحكم كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك أراضي 1948 وأراضي 1967 وأراضي غزة، ومن الآن فصاعدا يجب أن تكون إدارة الأرض لجميع الفلسطينيين. ذكر التحالف بقيادة السعودية أنه أحبط هجوما وشيكا لحركة الحوثي اليمنية كان سيستخدم زورقين ملغمين في البحر الأحمر. وأوضح التحالف أنه دمر الزورقين قبالة ميناء صليف في اليمن. في المقابل أعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية واسعة في جازان على الحدود استهدفت مواقع للجيش السعودي وأسفرت عن مقتل جنود سعوديين وسودانيين وأسر عشرات منهم. تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بهزم أعدائه بغض النظر عن عدد المعارك التي يواجهها، قائلا إنه يشعر بالتمكين بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة مدتها 7 سنوات وانتخب الأسد بغالبية ساحقة متوقعة. وفي خطاب النصر المتلفز الذي استمر 9 دقائق رأى أن الجماهير تحدت أعداء سوريا وأولئك الذين يشككون في شرعية الانتخابات من خلال الخروج بأعداد كبيرة للتصويت له، واصفا إياها بالروح القتالية.
أكد الرئيس العراقي برهوم صالح خلال كلمة له في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني في بغداد أن المظاهر التي تشهدها العراق حاليا تمس أمن وسيادة الدولة، ولا يمكن التسويف في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، والمال السياسي والفساد يهددان بلدنا ومستقبل الأجيال المقبلة. أننا نمر في مرحلة حساسة وخطيرة من عمر التجربة السياسية في العراق، وأمامنا استحقاقات وطنية كبيرة تتطلب من الخيرين والحريصين على أمن وسيادة البلد في تلبية هذه الاستحقاقات وتهيئة المناخ الآمن والمناسب لتحقيقها. أبرز هذه الاستحقاقات هي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول من هذا العام. هذا استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، فهو مطلب شعبي واستحقاق وطني وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد، والذي يمكن العراقيين في اختيار حكومة وطنية مقتدرة قادرة على تلبية ما يليق بالعراق وشعبه. زلة لسان للرئيس الأمريكي عن امتلاك الصين للولايات المتحدة الأمريكية. لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن نظيره الصيني تشي جين بينغ يعتقد أن بلاده ستتمكن من امتلاك الولايات المتحدة بحلول العام 3035، أي بعد 1014 عاما. وأشار بايدن في كلمة ألقاها أمام عسكريين أمريكيين في يوم الذكرى في قاعدة في ولاية فيرجينيا إلى أننا نحن في معركة بين الأنظمة الديمقراطية والتسلطية. وأضاف بايدن: قضيت وقتا أكثر مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ مما قام به أي زعيم آخر في العالم. هو على إيمان صارم بأن الصين ستمتلك أمريكا بحلول العام 3035، لأن الأنظمة التسلطية قادرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع. وأشارت وسائل إعلام أمريكية من بينها قناة فوكس نيوز إلى أن الرئيس الأمريكي وقع في زلة لسان جديدة، مرجحة أنه كان يقصد أن الصين تريد امتلاك أمريكا حتى العام 2035 وليس 3035. إلى ذلك، نشرت ميزانية اقترحها بايدن لوزارة النقل تركز بقوة على البنية التحتية للبلاد، وستنفق ميزانية بايدن المقترحة 88 مليار دولار، بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق وإصلاح 10 جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. وستغير الحكومة أيضا آلاف الحافلات وعربات السكك الحديدية وتحديث المطارات التي تحتاج لذلك، وتعد تلك الخطة منفصلة عن اقتراح بايدن للبنية التحتية والوظائف الذي يبلغ 2.3 تريليون دولار. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، مع الإشارة إلى أنه سنتابع مباشرة القداس بسبحة الوردية من سيدة لبنان في حريصة بمناسبة انتهاء الشهر المريمي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.